دكتور ماجد، ممكن حضرتك تكلمنا عن أعراض التهاب الجيوب الأنفية والحساسية ونزلات البرد ونصائح حضرتك للمساعدة على تجنبها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وفوق كل داء من عليم. الجيوب الأنفية هي فراغات في الجمجمة. إن ده يعني اعتقاد خاطئ إن هم تخيلوا إن هي داخل تجويف الأنف. تجويف الأنف هو الأنف. الجيوب الأنفية هي فراغات في الجمجمة تتكون من جزئين، جيوب أنفية أمامية وخلفية. الأمامية اللي هي الوجنية والجبهية اللي هي كلها بتفتح فتحات الجيوب الأنفية في الأنف. الجيوب الأنفية بتساعد على تخفيف وزن الجمجمة وبتساعد على رنة الصوت، تدي رنة الصوت. من أعراض الجيوب الأنفية أول حاجة أو عموما بيبقى فيه جنرال يعني أعراض عامة وأعراض في مكان الجيوب الأنفية. الأعراض العامة بيبقى فيه تكسير في الجسم، صداع، وإلى حد ما صعوبة في التنفس. انسداد التنفس ويبتدي معاه إفرازات أمامية وخلفية. العين يقول أنا بيجي لي نحنحة كتير. الصداع بيبقى أكتر تقل في الدماغ أكتر منه صداع، خاصة لما يصحى الصبح أو لما يجي يوتر قدام، غير الصداع بتاع الأمراض التانية. من أعراض كمان الجيوب الأنفية لو نزلت على الصدر بيبتدي العين يحس بكحة وبيحس بأنه هو صعوبة في التنفس خاصة بالليل. طبعا أنا النصايح بقى اللي حضرتك طلبتيها، أول حاجة استشارة الطبيب إذا ابتدى أي أعراض دي. نمرة اتنين، ريست. الراحة أهم علاج لجميع الأمراض. نمرة ثلاثة، احنا نبتعد عن حاجات معينة. أولا التدخين، التواجد في الأماكن المزدحمة، قليلة التهوية زي الفصول، زي المواصلات العامة وكذا. الابتعاد عن استعمال أغراض الغير، يعني فرشة السنان والشوكة والسكينة والفوطة. احنا دايما نحب دايما الأماكن اللي فيها تهوية كويسة علشان ما تنتقلش العدوى. الابتداء يعني طبعا احنا بنقول انه الجسم السليم، فاحنا بنقول الرياضة وحسن التغذية والإسراع في العلاج. انا بننصح مرضى الجيوب الأنفية. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور ميري.